على يد على يد. ونقص ليش بعد عني بس واحد بعد عني أتغرى الطريق بعد بعد هذه أول مرة لازم ثلاث مرات صلاين بس هذه أول مرة الحين بطلع صار يصير طيب والله كم كم انا اكره شيخ فك عني على يد على يد بقيت لها شيء شيء صعب صح فيه أيوة الحين نضرب فيك هذا أحسن طريقة موت يا أخي الحمد لله محصرني يلا هاي ثاني مرة شباب يلا يلا أخيرا
هاي ثاني مرة يلا سير الثالث والله آخر مرة ويلا موت عصب أكل عصب ما يفضل صاصي لهذا وما يفضل آه شباب الحين خلينا نطور شوية السيف سكين أيو كفو طورنا الحين كل ما نطور زيادة سرقون خلص أبوي متى خلص أبوك صار سيرة خلاص أوه لازم كل مرة أموت شت يلا إن شاء الله الحين نسوي والله صعب اللعبة زي ما قلت بداية المقطع والله صعب اللعبة مسلية وحلوة بس يبغى لها تدريب لو ما في صراصير كن ذبحت اتوقع انهم هم اللي منقصين حياتي الحشرات هذه خربين علي والله مره معاد والله صعبة يلا بحاول مرة اللي قبله والله قتلته من أول 10 دقايق ما أدري شنو الحين يلا الحين بحاول يدي مشكلة يا اخي بها عدو يا الله رفشوني هذول هاي طريق كويسة بقين زارع يوب يلحقوني يا كلاب بها عدو حرام والله صعبة يا الله ايش فيني والله اني محسود يا شيخ شكلي محسود يلا الحين بحاول يلا لازم الحين والله ما ادري ايش فيني والله ذا زي ما قلت لكم والله سويتها مرة قبل سويتها من اول 10 دقائق او ربع ساعة الحين طولت ما ادري ايش